أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا تجاوز المؤمنون الصراط يوم القيامة يقتص لبعضهم من بعض، هل معنى هذا أنه قد يدخل النار أحد منهم بعد تجاوز الصراط؟ الله أعلم. الدخول الجنة إنما يدخلون بعد أن يستفتح الرسول صلى الله عليه وسلم لهم باب الجنة، هم يدخلون على طول، لابد من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدخلوها. ولهذا جاء في الآية: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. جاء بالواو، بالواو عطفا على جاءوها، دل على أنهم ما يدخلونها على أول وهلة. أما النار والعياذ بالله حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها على طول، نسأل الله العافية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.